مصر أقدم دولة في التاريخ، قدمت للبشرية الكثير من العلوم والاكتشافات. مصر التي بنت الأهرامات، أعظم صروح الأرض، والتي ما زالت قائمة ليومنا هذا، وعجزت البشرية عن حل لغز هذا البناء العظيم. مصر التي كان جيشها قديماً يتجه شرقاً وغرباً، فاتحاً البلاد وقاهراً للأعداء، تصبح اليوم وفي عهد السيسي أضحوكة العالم. رياح مصر شمالية غربية. أبسط تعليق على تصريح محافظ السويس اللواء أحمد الهياتمي هو امنعوا الضحك وابدأوا في البكاء، حيث نشر مقطع فيديو للمحافظ يؤكد فيه أن موقع مصر الاستراتيجي يعتبر من أفضل المواقع في العالم ويحميها من خطر العدو الإسرائيلي، فلو أطلقت إسرائيل صاروخا باتجاه مصر سيرتد إليها مرة أخرى بفعل الرياح الشمالية الغربية. البحر بقى حنين، البحر حنين علينا، أما المحيط أما يهيج أما يزيد يبقى خطر عندهم أكثر. احنا عندنا الرياح من حته شماليه غربيه، وبعدين بيقول لك حافظ مصر، تعرفوا حافظ مصر ايه؟ حافظ مصر بالموقع، حافظ مصر ان الرياح شماليه غربيه. شماليه غربيه يعني لو اليهود او الجانب الاخر ضرب حاجه تروح عليه هو. حل مشكله البطاله بعربات الخضار. وجد السيسي حلا لمشكله البطاله عند الشباب عن طريق إطلاق مشروع عربات الخضار، الأمر الذي سبب سخرية الجميع، فحديث مسؤول كبير في الدولة أو كما يفترض أن يكون بهذا التدني والسطحية، لكن الأكثر سخرية أن المشروع لم ينفذ حتى الآن. لا سريعة، يمكن هتعمل إيه في البطالة؟ عندنا نسبة معدل البطالة عالي جدا. طيب يعني لما أجي أقول إيه أكمل حتة برضو خاصة كده تخيل حضرتك إن أنا دبرت في خلال شهر ولا حاجة 1000 عربية، ال1000 عربية دول تروح سوق العبور مثلا كمركز للكده، ويتم تدبير مواد غذائية لهم، خضروات وكلام من هذا القبيل، في عربية فيها تبريد بيسوقها رجل أو شاب وجنبه. علاج المرضى بالكفتة. أعلنت القوات المسلحة في السنوات الأولى لحكم مصر عن توصلها لاختراع علاج مرض الإيدز عن طريق جهاز الكفتة، وظهر في الإعلام شخص يرتدي الزي العسكري وهو اللواء إبراهيم عبد المعطي مروجا لهذا الجهاز وأنه من اختراعه وسيتم تنفيذه في غضون 6 أشهر. حليلة كلها زي الكل قدامي وتقول خلاص كان عندك إيدز وقع. ومبدأ عمل هذا الجهاز أنه يكتشف الفيروس في جسم المريض، ثم يتم سحب هذا الفيروس منه على شكل إصبع كفتة، ثم يتغذى منه المريض ويتم قتل الفيروس. الإيدز يتفتت ويصبح زي ما بقول برضو في الأمثلة، باخد الإيدز من المريض بغذي المريض على إيدز، بديهوله صبع كفتة يتغذى عليه، باخد المرض وديهوله غذاء، وهذا قمة الإعجاز العلمي. متلازمة تصبروا. قبل وصول السيسي للحكم كان يعد المصريين بحياة كريمة بشرط أن يصبروا قليلا كي يروا العجب العجاب، واستمرت وعود السيسي إلى يومنا هذا. المواطن ممكن يشعر ببعض التحسن في حياته. سنتين. سنتين؟ طبعا ده معدل سريع. إن شاء الله. اصبروا معايا سنتين من فضلكم، اصبروا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقفوا جمالكم مصر 6 شهور بس، 6 شهور بس، يعني انتوا هتستحملوا سنة كمان، سنة كمان. احنا مصريين اصبروا. اصبروا وسترو، اصبروا وسترو، بس اصبروا عليا بس شوية، اصبروا عليا كمان شوية، اصبروا شوية. ايوه 30/6/20 حواليكم بفضل الله، بفضل الله دولة تانية، دولة تانية. مصر هتبقى في موضع تاني 2020.
اتصور خلال سنة أو سنتين انتوا هتشوفوا أداء الدولة المصرية عامل ازاي. أنا إنسان صادق وأمين ولا أتكلم إلا بما يعني أدركه وأقتنع به. أنت ما بتصدقنيش. زلات لسان السيسي. في القمة العربية 29 بالسعودية وصف الصواريخ الحوثية البالستية بالبلاستيكية. إن مصر لن تقبل قيام عناصر يمنية بقصف الأراضي السعودية بالصواريخ البالستيكية. إن مصر لن تقبل. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 72 قال السيسي: أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. سلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. وفي مؤتمر صحفي في بودابست قال: النقطة اللي هتكلم فيها خاصة بأشقائنا المصريين. اللي قبل ما أتكلم فيها هي خاصة بأشقائنا المصريين. إحنا في مصر ما بقناش نميز ومش مقبول إن إحنا نميز بين وفي خطام له بذكرى حرب تشرين أكتوبر قال: يسود المرء لغير أهله ويقصد يوسد الأمر لغير أهله. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه متى تقوم ساعة فضيلة الإمام، قال له عندما تضيع الأمانة. قال له متى تضيع الأمانة؟ عندما يعني مش كده يعطى الأمر لإيه بمعنى الحديث، يسود المرء لغير أهله نقطة الأمر. وفي لقاء مع قادة الجيش المصري بعد الانقلاب بشهرين قال: واللي ما يرضيش ربنا احنا حنبقى موجودين معاه بندعمه وبنأيده. ده أمر ما يرضيش ربنا واللي ما يرضيش ربنا احنا هنبقى موجودين معاه بندعمه بنأيده. حل قضية سد النهضة بالقسم. في الوقت الذي تمتلك فيه مصر أقوى جيش عربي والعاشر عالميا، فضل السيسي حل قضية سد النهضة بالحلفان مما جعل منه أضحوكة أمام العالم. ففي المؤتمر الصحفي كرر أبي أحمد خلف السيسي قائلا بالعربية: والله لن أقوم بأي ضرر بمياه مصر. فيما أقسم السيسي: والله لن نضر بكم أبدا. وانهالت التعليقات الساخرة على السيسي، ومن بين تلك التعليقات الساخرة ما غرد به الناشط المصري هيثم أبو خليل قائلا: ابنك عبيط حقه، دي مش سياسة حضرتك، دي سياسة أمك يا سيسي. بيحلف رئيس وزراء إثيوبيا بالله أنه مش حيسبب ضرر لمصر من سد النهضة. سرحوا الجيش المصري وعدموا السياسيين، السيسي حل كارثة سد النهضة بالحلفان. شكرا. والله I said tell me. والله لن نقوم بأي ضرر. لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر. للمياه في مصر. برأيي ما هو مصير مصر في السنوات القادمة إن بقيت تحت احتلال العسكر؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.